بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم امه يدعون الى الخير يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر اولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه العراقيه الفضائيه ارحب بكم في برنامجكم الا كلمه نقطف قطفه من كلمات الامام الحسين عليه السلام الكريمه وهو يصف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الكلمات الكريمه المباركه في قوله اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر نرحب بسماحه الشيخ يلماز يوسف السلام. امام وخطيب الحضره القادريه الكريمه اهلا ومرحبا بكم السلام. عظم سلام. الله لكم الاجر بهذه الايام الكريمة, الكريمه ان شاء الله يعظم اجورنا واجوركم باستشهاد الامام عليه السلام يعني حقيقه الامر استشهاد الامام الحسين عليه السلام أسدى لاهل الفكر من هذه الامه يعني منابع فكريه واسعه من جمله هذه المنابع الفكريه ان ثورته ومحاولته الحقيقيه في اظهار الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني لها دروس وعبر كيفيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كيفية الإعداد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكيفية تلقي المقابل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني فد مقدمات معينة نعم يعني نعم. الحسين عليه السلام أمير المؤمنين آه نظر إلى مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يخلو دراية للمشاهد والمستمع أن المعروف هو كل شيء مستحسن سواء شرعا أو عرفا والمنكر كل شيء مستقبح سواء كان في الشرع أو العرف فالحسين عليه السلام يعلم هذه القاعدة ولكن قلة من الناس يفقهون كيفية تطبيق هذه القاعدة فالحسين عليه السلام عندما نأتي إلى قوله تعالى مثلا كنتم خير أمة للناس. أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إذا الحسين عليه السلام من صدر هذه الأمة وأصول هذه الأمة التي أخرجت للناس بالخيرية إذا كيف نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر كان قاعدة الحسين عليه السلام أنه بدأ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مراحل لم يجعلها مثل الان مثلا ياتي واحد يزجر الناس حتى لو كان هو على حقيقه يتحول حقيقته الى باطل هي حتى كانت الدعوه بمعروف دعوه نعم يعني عن طريق حريه الانسان نعم اعطى حريه في الخيار والالتحاق به لو نجي لحقيقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ما هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هو قولك لا اله الا الله امر بالمعروف ونهي عن المنكر فكل الاديان جاءت بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذه من مبادئ التشريع واصول التشريع اذا الحسين عليه السلام استطاع ان يوظف هذا التشريع الرباني الذي دعا به الانبياء وخاتمهم سيدنا ومولانا رسول الله سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه استطاع ان يوظف هذا الشيء ليدخله لعقول المفكرين وغير المفكرين فمثلا في سبيل المثال عدم بيعته ليزيد هذا منهاج ابتدائي لأنه لو بايع لقيل ما قيل أنه كيف يبايع ثم يخرج على ولي الأمر لا كان هناك خلل في الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه اول قاعده استخدمها الامام الحسين عليه السلام. فكان صريح المنطق منذ البدايه. نعم هذا اولا، ثانيا استخدم مناسك الاسلام مثلا التحاق الامام الحسين سنه سبعة 57 للهجره للحج. استغل هذا المنسك العظيم وهو خاتمه مناسك الاسلام. استغل بايش؟ استغل بالدعوة جمع بني هاشم وجمع انصاره من الصحابة والانصار والتابعين وغيرهم وبين لهم العلل هذا الاسلوب الخطابي الذي استغله الحسين لم يكن في بادئ الامر الحكومات انذاك منتبهة لما يفعل الحسين عليه السلام ولكن الحسين عليه السلام استطاع أن يرتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كجدول ولذا نقول هناك ثورات كثيرة ثارت البشرية ولكن لم تكن بهذا الشكل الذي ولم يقف التاريخ والعبر والعظات الحسين عليه السلام أول ما بدأ بالدعوة بدأ باستغلال المناسبات واستغلال عقول الناس استثمار, استثمار هذه المناسبات قية نعم هذا التشريع طيب شيخ و أولوية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استثمار هذه المناسبات اليوم عندما نقف عند قول الإمام الحسين عليه السلام ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه هذا كان خطبته في الحج نعم نعم يعني نعم كان سبب أيضا هذه هي خطبته في الحج قال هذه القولة خطبته في الحج سنه سبعه وخمسين للهجره خطب في الناس بهذا المفهوم والناس استساغت هذا السياق وقبلت سياقه عندها انتبهت الحكومات انذاك بان الحسين بدا يجمع انصاره ولذا في السنه المقبله حين اراد الحج الحسين رفض حجه ولم يقبل له ان يدخل مكه شوف هنا في بادئ الأمر ظنوا المسألة بسيطة بعدين عندما درسوا الموضوع رأوا تحركات الحسين عليه السلام ورأوا هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية قام بالمخاطبات إرسال الرسائل وكما نعلم ومن قبله أتت إليه رسائل كثيرة للتغيير والإصلاح شيخ الفاضل بالبداية هو بدأ يرتب الامور والناس اجابته لانه عليه السلام كان من ضغط الولاه انذاك يعني اشراف الناس يخافون التحرك عظائم الامور كانت تحدث للانسان الذي يتحرك ضد الدوله وانا قلت في لقاءات قديمه قلت اصل العله بدات من من انتقال سيدنا الامام الحسن عليه السلام الى الرفيق الاعلى وما وقف والي المدينه الاموي ضد ان يدفن الامام الحسن الصدق الحسن الاكبر عند جدي ان يدفن عند حجره جدي هذه المساله اثارت مشاكل كبيره جدا امتداد هذا المساله ظاهر الامر ان الامام الحسين عليه السلام بدا يرتب الامور قبل ان تدخل في ترتيب الامور نعم هو ايضا بدءاً من مدفن الامام الحسن عليه السلام سكوت الامام الحسين لوصيه الامام الحسن هو كان ايضا امرا بالمعروف ونهيا عن المنكر حفاظا على بيضه المسلمين ووحده على الاسلام وشعائره سكت الامام ولكن لم يكن بالساكت الذي يصمت حتى ينال لعنه الصمت حشاه ولكن سكوته كان فائده كما قال صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا او ليصمت فكان الخير في سكوتي في هذه اللحظه ولكن مع السكوت ارسل الرسائل قلنا الدعوه الاولى كانت بحجه الى مكه المكرمه طيب ب ب بصوره عامه نقدر يعني نعدد للمشاهد الكريم قبل ان نصل الشروط نعم. التي وقف عندها الامام الحسين عليه السلام نعم. بصوره عامه شروط الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني المنكر هو ثابت في الشرع يعني منهم من هو في حقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كالامام الحسين مثلا في حقه وجوبا ومنهم من على الاستطاع ولكن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر شرطه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس باللين والمسايسه شرطه هكذا لا شرطه الجفاء مع الناس ولذا نجد ان يعني النبي صلى الله عليه وسلم في تاسيس دوله الاسلام نجده اخذ يناظر الانصار من من اوس وخزرج وغيره اخذ يناظر قبائل العرب كذا كذا ما استخدم الشده في الدعوه الى الله كما فعل الحسين لم يستخدم الشده في الدعوه الى الله الا في رساله واحده استخدم الشده ارسلها الى معاويه يطالبه بدم بعض انصاره حتى ان معاويه لم يجبه في هذا الموضوع، حتى ما ارسل رساله يعني وكانوا كان في رسائله حجه دامغه فلم يجب، ولكن باقي المسائل استخدم فيها اسلوب الدعوه وانذر عشيرتك الاقربين، استخدم هذه اول قاعده، القاعده الثانيه انذر الناس، استخدم هذه القاعده، فشروط الدعوه لابد ان تتوفر بالانسان الملكة الحقيقية لما يريد أولا الشيء الثاني ألا تكون الدعوة لمصالح شخصية الحسين عليه السلام كان ممكن حاشاه كان ممكن أن يوالي ويبايع ويعيش عيشة المترف ويعيش عيشة الملوك ولكن دعواه إلى الله حتى إنه فضل دمه وقال يا سيوف خذيني مقابل أن يحيى دين النبي صلى الله عليه وسلم وهي إلا ساعات قليلة يعني قد عاشها الإنسان في تلك الليلة الظلماء التي نقول عليها ولكنها استنارت هذه الليلة بدماء الأسكياء من آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم هناك حديث كثيرة حقيقة سماحة الشيخ ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الإمام الحسين عليه السلام أنا لا. في تساؤلي قبل أن نأخذ هذه لا. الحديث لماذا الأمة غضت البصر عن هذه الأحاديث المتواترة أقف عند هذا المحور مشاهدين الكرام كونوا معنا إلا كلمة أرحب بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام إلا كلمة مع ضيفي الكريم الإمام والخطيب في الحضرة القادرية الكريمة الشيخ الماز يوسف أهلا ومرحبا بك مرة أخرى كلمات مباركة كثيرة قالها النبي صلى الله عليه وسلم وهو من على المنبر يخطب مرة إمامان إن قاما وإن قعدا مرة يخطب خطبة الجمعة فيقطع هذا الخطاب لأن الحسن والحسين قد تعثرا بثوبهما فيرفع أحدهما مقابل الآخر ويقول الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة كلهم بعلم كثير من الصحابة ومن ضمنهم الاشعث وغيره قد قاتل الامام الحسين وهو يسمع ويرى الشمر نعم سمع نعم هذا الحديث نعم ولكنه خرج نعم الم يعي نفسه في نهيه عن المنكر الذي اراده النبي صلى الله عليه واله؟ اولا لا خلاف ولا غبار في ولايه الامام الحسين وجلالته عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعند الصحابه اجمعين بل أن الأحد السائد من الصحابة أنه كانوا يوقرونه حتى أنه ثبت أن عبد الله بن العباس أراد دخول المسجد فسبق الحسين في دخوله وزاحمه فزجره والده في هذا الموضوع وعنهمهما كلاهما إيش من من هاشم. فزجروا وقال لا تقرب أو, أو لا تدخل قبل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ثبت عبد الله بن عمر أنه تسابق في دخول المسجد مع سيدنا الحسين عليه السلام فضربه والده سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه على صدره وقال من أنت لتسبق ابن بنت رسول الله هذه المسألة ثابتة ولكن الذي حدث بعد استشهاد امير المؤمنين علي بن ابي طالب كرم الله وجهه حدث انشقاق عظيم في صفوف الامه يعني خلي في بالك الامير المؤمنين علي بن ابي طالب لا يخلو استشهاده من مؤامرات حتى على مستوى الدول فعند استشهاده ثبت الانشقاق الذي كان يريده من يريد الاماره. وبويع سيدنا الحسن. الامام الحسن عليه السلام كان واسع الفكر بعيد بعيد المدى بعيد الم... يعني ما ممكن اس... يعني فهم فكر الحسن عليه السلام بسهوله الا يحتاج الى تمعن وتدقيق واعاده صقل المسائل عندها تفهم الحسن نظر ان المساله ستكثر وتكبر حتى انه قد لا يبقى لهذه العتره الطاهره شيء يعني ممكن ان كان تبادل العتره الطاهره عن بكره ابيها اذا بقيت الحال على هذا المنهج فلهذا السبب نظر ان يتنازل وهم اناس حقيقه لا يملكون الدنيا يملكون الاخره ما يفعل بدنيا فانيه فتنازل بشرط انه اذا مات معاويه ان يرجع الامر بعد الحسن الى الحسين عليه السلام ولكن هنا نقول خالف معاويه الوصيه والتنازل والاتفاق واوصى الى ولده الذي هو لا يستحق ان يكون اميرا على شاتين هكذا نقول ولكن حدث الذي حدث ونحن أمة لسنا مسؤولون عن هذه المسألة في زماننا هذا ما شهدناها ولكن هذا الذي حدث ولكن يبقى يبقى, يبقى والشقاق الذي حدث ثابت لا يمكن نكرانه فالحسين عليه السلام لما نظر الوضع بهذا الشكل حتى أنه من وصايا الإمام الحسن الأكبر عليه السلام أنه قال لأخيه إذا خرجت لا لهم. تهرق في يعني قدر محجة هاي القليلة محجمة نعم. من الدم نعم هذا كله حفاظا على المسلمين وصيته و... قال نعم. إذا أردت الخروج وكان لابد منه فاذهب إلى أهل اليمن ما أوصى بأهل العراق وقال هم قتلة أبيك هذه وصية الحسن ثابتة في جميع الكتب هذا من وصاياه لسيدنا الحسين الحسين عليه السلام رتب الأمور بشكل على مرحلتين المرحلة الأولى كما قلت استغل مواسم الحج. أنا شوف استغل قبل, قبل استثمار هذا الموضوع يعني الكثير من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أهل البيت الكرام يعني حتى الخليفة عمر بن الخطاب عندما يذكر العراق وأهل العراق يقف جلياً عند العراق باعتبار جمجمة العرب الكثير من المناصرين الذين ينصرون أهل البيت من أهل العراق يعني ما عندما نقلب صفحات التاريخ نجد أن الذين تضافرت جهودهم على قتل أهل البيت هم ليس من خلص أهل العراق إنما ما اجتمع, ما اجتمع من البلدان فأتوا بجيش سمي بالكوفة ما اجتمعت يعني القبائل العربية وإلا الدلائل الكثيرة تقول اذهب إلى اليمن فإن ذهب الخير فاذهب إلى الشام وإن ذهب فاذهب إلى العراق روايات كثيرة لا نريد ان ندخل في مدخلها. نصرة العراق اليوم والعراقيين نحن نتكلم عن المسألة تاريخية وقعت و... في ذاك الوقت، وأنا اما أيضاً اليوم قضية أخرى. وانا ايضا اجيبك تاريخيا. أنا. يعني التاريخ يحدث على ان اهل العراق كانوا من المناصرين والدليل ان ما اجتمع في الكوفة ضد الامام الحسين هم من دويلات قد اجتمعوا في جيش مع ال... لم يرى والدليل ان عمر بن سعد او عبيد الله بن زياد عندما صعد المنبر لم يعرف له الا ان قال قد اتى اليكم جيوش ليس لها لها بدايه وليس لها نعم نهايه ولا قبل لكم كذا نعم ولكن ايضا نقول اين ذهب الذين ارسلوا كتب البيعه؟ الحق يقال طيب هذه مساله في أغلبهم تلك الفتره اعتقلوا سماحه الشيخ ما الموضوع انه آلاف رساله كذا الموضوع اكبر مما اعتقلوا طيب وحده الهدف سماحه الشيخ في, في في تلك الفتره طيب أحدث يعني حدث في العراق فجوة كبيرة فجوة هذه الخلل لا يمكن يعني على أن نقول أنهم كانوا على صحيح طيب لأن المقبل إليهم طيب ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمثل الشرع الأكبر نعم فلا يمكن وجود أي عذر ولكن الكلام أي عندما أرسل الرسائل لأهل اليمن أهل اليمني رحبوا برسائله ارسل الرسائل للشام أه الشام كان تحت حكم مغرق معاويه نعم ما ممكن ان يستطيعون مناصرته يعني هناك كثير من الصحابه قتلوا على يد معاويه يا يعني العلة ليست فقط سيدنا الحسين انه قتل ولكن هو اخر اصباط رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف جرى عليه هذا الكلام فاذا لم يبقى امام غير والمكة منع من دخولها لم يبقى أمام غير العراق فلما أرسلوا له هذه الرسائل أجابهم برسائل ثم بدأ يجيب الناس بالخطابات ثم بدأ حتى يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في آخر لحظات الإمام الحسين حين نودي إلى صلاة الظهر فأخرج رجلان من أنصاره فقال بلغوا الجيش حتى بلغوا المقابل أن نريد الصلاة يعني أوقف الحرب كان ممكن الإمام الحسين عليه السلام أن أن يصلي في خيمته مثلا أو قرب خيمته لماذا أراد أمره أمر لأنه يثبت للناس أنه ما خرج لأنه يريد ولا يريد نجاة نفسه أكو دعاية إعلامية كبيرة أنهم يعني من الخوارج أو أنهم لم يصلوا ولم يعتبروا فهذا النداء عندما خرج بالصلاة لعل الآخر يرجع ولكن نفس الوقت هو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ما هو الصلاة طيب أمر بالمعروف فإذا هو في آخر لحظات حياته أثبت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثبت للناس أجمع أنه هو الذي يليق أن يكون الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ذاك الوقت وهذا حقه استحقاق تام وحتى ان الذي صلى بعد الحسين هذه من من المفارقات التاريخيه التي ذكرت انت يعني مثلا تقول كيف جرأوا؟ كيف نسوا؟ طيب اترك مساله ان انهم سمعوا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تقتل الذي تقتدي به كامام؟ يعني ما اعرف يعني الان انت صليت خلفه بعد دقائق أجهزت على الرجل كيف يعني؟ وأكثرت عليه السواد كيف يعني؟ بأي منطق بأي كلام؟ وبدأ يراسل مثلا في رسائل إلى سيدنا محمد بن الحنفية وغيره كلام واضح كلام واضح حتى أراد أن يلتقي بعمر بن سعد بـ بـ بعمر بن سعد مباشره والتقى مرتين ونصحه و... وذكره بايام الاخره ولكن المال والجاه والكراسي مثل ما اعمى في هذا الوقت كثير من الناس اعمى في ذاك الوقت كثير من الناس الكثير ممن من يريد ان يامر نفسه بالمعروف وينهى عن المنكر ملايين الزائرين قد تسحف الى كربلاء وتاتي من هذا المكان الكريم و يعني الحضرة مشهودة لها يعني نعم مشهودة. سواء في زيارة نعم في الإمام الكاظم أو في زيارة دي. الأمة مفتوحة أبوابها نعم. لكل نعم. الزائرين كيف نوحد كلمتنا اليوم سماحة الشيخ نحن أقول أبناء العراق اليوم قد أوصلوا م. للعالم جميعا أن العراق شعب واحد شعب متماسك وهذا ما نجده بمناسباتنا م. الدينية بحبنا للإمام الحسين عليه السلام الجميع يتفق بحب لأبن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة الأمر لو أردنا أن نظهر قوة التماسك والتلاحم علينا بدراسة حقيقية لحياة الحسين عليه السلام دراسة تشمل الناحية الدينية والناحية الأخلاقية والناحية الاجتماعية والناحية من حكم التصرف يعني أنا لما أقرأ كيف أدار الحسين مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أتعلم أنا كيف أأمر الناس مثلا في مسجدي بالأمر بالمعروف والنهي جميل. عن المنكر وهمية القدوة اليوم كيف أكون داعية إلى الله قدوة. جميل. كيف أكون لا أستغل منصبي كأني أنا خاتم أوصياء النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة لا أستغل منصبي للدنيا أستغله إيش لما يرضي الله ورسوله ولذا نجد جميع رسائل النبي رسائل الحسين عليه السلام ورسائله وخطبه تؤدي إلى إيش التذكرة بالآخرة وما أجمل, وما أجمل حديث الحسين عليه السلام ونحن نتكلم عن زوال الدنيا وأهمية بقاء الآخرة بذكر أهل البيت عليهم السلام كل الشكر والتقدير إلى سماحة الشيخ يلماز يوسف مزر. امام الحضره القادريه شكرا جزيلا بس. لكرمكم باللقاء. الله. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، حوار اخر ينتظرنا من محاور برنامجكم الا كلمه مع الحسين نلتقي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام.